سلامتكم، انا نحب قبل كل شيء نشكر الخبراء ونساء ورجال القانون والمجتمع المدني اللي من يبدينا خدمتنا كنواب وهو يونس فينا وماشي معنا خطوة خطوة ويعلم فينا في المادة القانونية حتى قريب باش نوليو احنا بيدنا دي زيكسبير في الميدان. وهذا زدنا فطرنا به الاسبوع هذايا وقت اللي انا وبعض من زميلاتي وزملائي من الكتلة الديمقراطية كيما عملوا دي زيكسبير خذينا الزوز مشاريع وخدمنا عليهم وعملنا دي تابلو كومباراتيف وخلطنا نفس الحاجات اللي سمعتهم من منذ ثلاثة سوايع. الفرق الوحيد ما بيننا احنا وياكم وانه احنا خدمنا من مسودة نعتبروها هي الثالثة والمسودة هذه اللي انتم معتبرينها الثالثة بالنسبة لنا هي الرابعة. وكنا ودنا وانكم تساعدونا وتخدموا معنا على المسودة اللي خرجت من اللجان على خاطر اللي صار في المجلس التأسيسي هو انقلاب على اللجان. قلنا برشا مرات في وسائل الاعلام ممكن انا ما نحبش نحط اللوم على حد نحطوا علينا احنا حقنا ما اديناكم بها النسخ وابتداء من اليوم انا نتعهد انا وزملائي اللي باش نعطيوكم النسخ هذيا اللي احنا نعتبروها متطوره برشا بالنسبه للنسخه الثانيه على خاطر كل مره اللي نخلطوا المسوده الا وتمشي مش لجنه الصياغه ما نحبش نقولها لجنه هيئه الصياغه وتعاود ترجع لنا. صاروا قبل كل شيء نحب نلح على زوج نقاط برك اللي تقابلوا نعتبرهم هامين برشا هو الفصل اللي قال عليه سي سليم واللي اذا كان ما نزيدوهش راهو الباب نتاع الحقوق والحريات بكله يتيح في الماكل ما نعملوش هالفصل العام ورانا اقترحناه داخل لجنه الحقوق والحريات وقعدنا نهار كامل نتناقشوا فيه واجلناه العشرة ايام من بعد ورجعنا له نفس النهار ولكن زملائنا بقيه الزملاء اللي في داخل لجنه الحقوق والحريات ما حبوش يحطوه ونعرفوا علاش ما حبوش يحطوه وحاجه واضحه على خاطر اللي يعطيوه باليد اليمين كحقوق والحريات يخطفوه وقت اللي يحطوه كما يقول القانون وكما يحدد القانون ما غير ما يحبوا يحطوا الفصل اللي هو باش يحدد من السلطه نتاع المشرع. هذه هامه برشا. والنقطه الثانيه اللي لح عليها ياسر هو اللي قالوا غازي الغرايري ما بين الفصل 2 والفصل 136 اذا كان ما نرجعوش وان الفصل 136 ينص على الفصل الاول والفصل الثاني رانا زاد هالدستور ما يمثلناش وما ينجمش يمثل المجتمع اللي احنا نحبوا به واللي نحبوا نعيشوا به. ولكن مش على هذا انا خذيت الكلمه باش نقول اللي صاروا زوز مغالطات، المغالطه الاولى داخله النظام الداخلي نتاع اللي نخدموا به. والفصل 103 والفصل 104 الفصل 103 هو اللي يحدد صلاحيات لجنة الصياغة والتنظيم اللي كما اسمها يقول صياغة وتنظم الفصول. رجعنا تنسيق وترتيب الفصول. وبعد رجعنا تناقشنا من منذ تقريب شهرين في الفصل 104 وسي الحبيب خضر قدم مقترح باش يغير الفصل هدايا وطاح في الماء وصوتنا له وما تعداش في التصويت. حب وقتها ياخذ يعطي لها اللجنه هذيا صلاحيات ما كانتش عندها باش هي تنجم تمس في الفوق المضمون مش في الشكل. ولهذا اليوم قاعدين يحاولوا يغلطوا فينا يقولوا ان الفصل 104 كما تكتب توا احنا ما عرفناش نقراوه وما فهمناش على شنو صوتنا والفصل هذايا يعطي كل الصلاحيات لها اللجنه هذيا باش تعمل اللي تحب هي وتبدل في الفوق. اذا كان انا عندي طلب نطلبه اليوم من رجال ونساء القانون وانهم يساعدونا باش يقولوا لنا شنو الحقوق اللي نجموا نعملوه، نجموش نشكيو، نجموش نعملوا اي حاجه باش مفهوم هالفصل هذا يكون واضح للناس الكل اللي هاللجنه ما عندها حتى حق باش تمس في المضمون. على هذا نرجع المغالطه الثانيه وانه كيف اعطيناهم احنا اللي قلت اللي انا وزملائي الكل نسميوه المسوده الثالثه اللي خرجت من اللجان في اول افريل هذه بتاع الحقوق والحريات خرجت نهار 2 افريل
هذه هي نطلب منكم نعطيكم النصح، وهذه لازمها تكون المرجع نتاعكم باش تقولوا لنا كيفاش تنجم تتطور. ما هيش باهيه 100%، ولكن وصلنا على حسب رايي تقريبا 70 ولا 80% من الحاجات اللي كنا نحبوا نحطوها، وكان ومكسب كبير، وكان محل كونسنسوس داخل اللجان. هذا هو اللي تمس، وهذا هو اللي اليوم لازمنا نناقشه. شكرا. مرحبا. شكرا. يقولي بزيد الجدال تاع سبا بكار اللي هوني ما نسمعش فيه، راهو اللي صار في المجلس التأسيسي خطير وخطير جدا. ماذا بيا بالجزء انا باش جو با انترفينير سور لو فون، على خاطر نعرفوا احنا اللي شنو لازم يتعمل. مثلا بكري اللي قلت في المحكم بالنسبه للنصوص القضائيه، وانا كنت عملت في كل بيت تابلو كومباراتيف تاع الفصول اللي عطاتها دي جي والفصول اللي الهيئه، والهيئه صارت الدستور من النواب. الكلام اللي قلته لي وضعت الكل موجودين في اعمال دي جي، كان السلطه وكان فما 20 سنه في الكفاءة وكان فما العلنيه وكان فما اللي قلته الكلام الكل كنا لا، وكان جلسه عامه وكان كلهم الكلام كان موجود. جي والنيابه العموميه كانت موجوده، والهاتف اللي لحقوا في باب العموميه فاضل موسى هو من الهيئه شويه معناتها يلفها يدور في خرج من ساره تلمون معناتها ايكوري الهيئه على اوتر باسي معناتها سي دوا وخذي معناتها اغتصبت الدستور من احنا، واحنا النداء اللي رافع اللي احنا من شو نجمو نعملو القانون الداخلي نتاعنا ماهوش قانون، ما نجموش اون بو با بورتي بلان في المحكمه الاداريه. احنا توا نعملو في عملنا ليه باش نعملو معناتها نصحو فيها كيسكو بو فير، على خاطر احنا نعرفو شنو اللي لازم يتحط في النص. وكما يقول سليم بكري اللي احنا مازال عندنا باش نعملو ليزامونتمون، انا ما عادش عندي ثقه اذا كان انا الهيئه هي حتى اللي حبت، واذا كان النص يحبوا في الجلسه العامه نعرفوا اللي باش نبدلوا كلمه في الجلسه العامه، فوزير القوى نعرفوها اللي صعيب باش نبدلوا كلمه، والاغلبيه عندهم باهي نقولوا فما دوتيير. انا متحقه اللي اي دستور يتعدى يمشي بالاستفتاء باش يمشي بنعم ب 80%، حتى العبيد تفلت من المجلس الدستوري من المجلس التاسيسي وفلت بالدستور وما عادش يهمها بالدستور، ناس جيعانه وناس بطاله والناس روحها طالعه سون فو شنو باش تنتخب، دونك باش يتعدى الدستور كما هو. المعركه تو انا مش نكون مش نتكلم باختصار، نتوجه لكم انتم كرجال قانون. توا الاسراع بدنا بالتقرير، لا نخرع باش الخبراء نزوروا بها كم الخبراء بالله. اذا كان سي محمد صالح كان خبراء احنا طالبنا من الخبراء هذو، هذه سي مصطفى بن جعفر اختار خبراء اخرين، مش تعطيكم نادره من نوادر فيما يخص اللجنه، فيما يخص اللجنه اللي في تصحيح اللغه. سيدي نعطيكم معلومه، سي احمد الخصوصي كلكم تعرفوه، وهو دكتور دوله في العربيه، تخلاو عليه كعضو في المجلس التاسيسي وجابوا ناس من برا. يعني نحن فيما يخص الخبراء اللي تاع مصطفى جعفر يتحمل المسؤوليه. سامحني سي محمد صالح، انا اللي نطلب منكم كان هو الشعب، واحنا مؤمنين باللي بروبوزيسيون اللي عملتها، ماذا بينا تعطيونا، راهو الوقت يزن، راهو نهار الاثنين مش يرجعونا للي جاء، وان دوا ريبوندر دون دو جور، سي تري امبورتون، وراهو المجتمع المدني راهو مش يلعب دور كبير ياسر، شرنا حاجة أخرى، برشا نسال، التنصف، لا الكتاب سي شوقي سي لي بروبوزيسيون الأخرى، غلطة اللي وقعت ما نحبش نحكيها الحكاية. سامحوني راهو نسخة فرقتها السيد العميد أنه خدمتوا على النسخة القديمة، لا ماجوريتي، كل كتاب ما ديتوه، أنه لا ماجوريتي ما عندهمش فيرسيون الأخرانية، بالله فيما يخص التناصف، وأنتم برشا نساء، التناصف راهو باهي، وأنا من الناس اللي ندافع على التناصف، ما نحبوهاش، نمرات كومبوشترو، تفرض نفس، رانا في هيئة الفرز تكون على بعد مليمترات باش ما يكونش عندنا تناصف، ماذا بينا نساء يكونوا وقعت وما نزيدش نعاود. كلا مدام سلمى ومدام رين هاي معايا في اللجنة، راهو الأربع فصول سي هيك نتاعك نحى، راه قانون الجريمة، راهو سي أمين أنت لي بروبوزيسيون نتاعك سي صالح ما جاناش للجنة، سي محمد صالح جيت، سي هيك جا، راهو لي بروبوزيسيون نتاعك صوتنا عليها. هذه نقطة مهمة الشعب التونسي لازم يعرفها. لي بروبوزيسيون تاعك باش ناخذ مثال سي أمين، يصدر رئيس الجمهورية المراسيل المقترح له، يصدر رئيس الحكومة
المراسيل نصوت سيد العميد نطرو 8-8 اي لا فوا دو بريزيدون في باسكولي لي شوز الرئيس معنا تاع اللجنة اش يخرجونا توا سي مستوى نجاح يصدروا رئيس الحكومة المراسيل فيما يخص التعيينات اش عملنا فيه هذيك ربي سي باسك نحن رانا ماناش مكاتفين هذاك علاش انتوما كرجال قانون سي تري غراف يا تعاونونا يا خلي يهزوا البلاد في حل شكرا شكرا.